السلام عليكم وتحياتي لكم ما هي حقيقة اغتيال رئيس الأركان الروسي و ما علاقة المخابرات الأمريكية بذلك أنا لكم على كل حاجة وأخبار أوكرانيا وروسيا على الأرض وأخبار كثيرة متفرقة أوعى تغير المحطة زعم تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين حاولوا منع كييف من شن هجوم على رئيس الأركان فاليري غيرا سيموف بغرض اغتياله أوضحت الصحيفة في تقريرها أن الإدارة الأمريكية كانت أول من اكتشف أن غيرا سيموف كان يخطط لزيادة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا لكن الولايات المتحدة لم تمرر هذه المعلومة إلى أوكرانيا خوفا من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا هناخد الخبر حتى حتى كده ونحلله ونشوف الموضوع اليوم زي ما انتم شايفين رئيس الاركان و وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تفقد الخطوط الاماميه للقوات الروسيه في اوكرانيا بحسب صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه بتقول ان المقابلات الامريكيه عندها علم بهذه الزياره وحاولت تتخبي على اوكرانيا ما قدرتش بصراحه حاولت تتخبي ما قدرتش تخبي الخبر فاوكرانيا عرفت بطريقه او باخرى ماشي وبعدين قالت الاوكرانيا يعني لو حاولتوا اغتيالهم هيبقى ممكن تقوم حرب بين اوكرانيا وروسيا بحسب الصحيفه اقول لكم الخبر بقى بحسب الصحيفه بالضبط واضافت الصحيفه انه بعدما علمت كيف بأنباء الزيادة الزياره حاول المسؤولين الامريكيين دون جدوى اقناع اوكرانيا بالغاء الهجوم حيث مضت اوكرانيا في تنفيذ مخططها لكن غير سيموف لم يصب باذى اوكرانيا حاولت اليوم اغتيال رئيس الاركان آل روسيا اسمه غيرا سيموف ولم يصب بأذى ليه لم يصب بأذى يعني شغل المقابلات زي ما الولايات المتحدة عرفت ان هو ذاهب الى اوكرانيا ايضا روسيا عرفت ان الولايات المتحدة عرفت فغيروا الخطة وغيروا المكان وضربت اوكرانيا على الاماكن المحددة اللي كان مفروض يزورها ولم يصب بأذى وقالت الوزارة في بيان ان وزير الدفاع روسيا الاتحاديه سلغي شويغو قام بزياره عمل الى المنطقه العسكريه زي ما احنا شايفين صوت وصوله وتفقد تجمعات في مناطق العمليه العسكريه. ناخد خبر خفيف ونكمل اخبار حرب اوكرانيا وروسيا. بوتين يهنئ الرئيس الارجنتيني بفوز بلاده بكاس العالم. اعلن المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف اليوم ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الارجنتيني البرتو فرنانديز وهنأه بفوز بلاده في مونديال قطر. وقال بسكوف يعني اعلن بيسكوف الصحفيين ان الرئيس بوتين هنا رئيس الارجنتين وانا اقول لكم بقى كلام جميل قال لك ايه نام يديك الصيحة دي مش ليك يعني الديوك لم تصيح لماذا لم تصيح الديوك لان الديوك لم تصبح ديوك او اه انا بقول اهو يعني الديوك عندما تصبح ديوك تصيح ده بمعنى اخر طيب ليه برضه بقول كده لاني وزيرة الرياضة في فرنسا قالت إذا فزنا بكأس العالم سنرفع علم المثليين، يعني أنت مهتم ترفع علم المثليين ولا عادة ترفع كأس العالم؟ لا دي ولا دي، فإذا الديوك لم تصبح ديوك. ولذا لم تصيح، ما شفناش يعني بلينا الفرخة هيقولوا عليها بلينا عندنا في الصعيد. ما شفناش بلينا بتصيح مع احترامنا لكل يعني هو لم لحق بلينا ولم لحق يعني ديك لجنس ثالث فالجنس الثالث ده لا ينفع زي ما بيقولوا لا ينفع جربه ولا جراب بحكي لكم موضوع الجربه والجراب دلوقتي طيب ااا آآ التاني يعني عايز اقول لكم ان يعني اراده الله الا تفوز فرنسا وترفع هذا العلم يعني انت بتفرضه يعني بتقول حريه طب بتفرضه علينا ليه؟ بس ده تعليقي ااا آه بيقول لك القوات القوات الروسيه تشن هجوما ناجحا على دفاعات العدو في مناطق العمليات العسكريه الخاصه، اعلن رئيس جمهوريه الشيشان رمضان كديروف اليوم آه ان القوات الروسيه شنت هجوما على الدفاعات الاوكرانيه في منطقه العمليات العسكريه الخاصه. عبر يعني اعلن عبر قناته على تليجرام نفذت كتيبة زباد اخمات التابعة لوزارة الدفاع الروسية تحت قيادة الضابط اسماعيل اجاويف هجوما ناجحا على المواقع الدفاعية للعدو على حسب تعبيره واشار قديروف الى ان الهجوم اسفر عن تكبد القوات الاوكرانية خسائر فادحة واقول لكم على القسائر بالارقام وال يعني بيان مفصل طيب الارقام بقى بحسب بيان وزاره الدفاع الروسيه وزاره الدفاع الروسيه مقتل 175 مسلحا اوكرانيا خلال ال24 ساعه الماضيه بعده مناطق نتيجه الاعمال القتاليه اعلنت وزاره الدفاع الروسيه اليوم ان نحو 175 مسلحا اوكرانيا قتلوا في عدة مناطق في جمهورية دونيسكو ولوغانيسكو وكوبيانيسكو أماكن متعددة في الأماكن التي استحوذت عليها روسيا أو حررتها روسيا لو عايزين بالضبط نقولوا 25 جنديا في اتجاه كراسنو كراسنو ليمان في جمهورية لوغانيسكو 60 جنديا أوكرانيا في دونيسك و 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيسك، بلغت خسائر العدو في المنطقة خمسين قتيلا وجريحا للعسكريين الاوكرانيين، وقالت وزارة الدفاع: ضرب الطيران التشغيلي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية مركز قيادة لواء الدفاع الاقليمي 113 في منطقة مستوطنة كراسني نيليمان بجمهورية دونيسك الشعبية، واشارت إلى أنه في منطقة دونيسك الشعبية تم تدمير رادار متنقل AN BT-36. معاناه وزاره الدفاع ايضا مقتل 135 جنديا خلال 24 ساعه في عده مناطق نتيجه العمليات العسكريه. طيب نسمع تصريح يعني نختم به تصريح من زلينسكي وبعدين نختم الفيديو. تصريح ظريف يعني من زلينسكي بيقول انا مستعد للدخول الى حلبه القتال مع بوتين. انا جاهز غدا اذا كان رجل حقا يبارزني. ده الكلام ده بيقوله زلينسكي اولا بوتين يعني سنه قارب على السبعين وبوتين بيلعب رياضة فو تقريبا وثانيا ان بوتين آه مش بيحارب بعضلاته بيحارب بعقله اقول لكم قصة العقل والعضلات وبعدين اقول لكم خبر اقتصادي لان في واحد قال لي كل يوم كده قول لنا خبر اقتصادي يفيدنا في حياتنا المادية وقلت له حاضر اقول لكم خبر هيفيدكم افادة كبيرة جدا في حياتكم المادية آه العقل والعضلات زيلينسكي بيقول لك انا عندي عضلات وسنه صغير يقول لك يعني عايز بوتين يجي يبرزني. في قصه بتقول ان الاسد قعدوا يحكوا على الانسان ان الانسان عنده عقل ويقدر يحبسه في قفص ويقدر يمسكه ويقدر يقتله قال لك لا انا عايز اشوف الانسان ده وافتك بيه في يوم من الايام ماشي الاسد وقابله انسان هو ما يعرفش شكل الانسان فقال له يعني تخيل القص ان الاسد بيتكلم وقال له انا لو شفت انسان اعمل فيه واسوي واكله واقطعه فالانسان قال له لا انت كذاب لو انت صادق فعلا انا هربطك في الشجره وهروح اجيب لك انسان واجي فقال له ماشي اتفقوا الاثنين فالانسان مسك الاسد ربطه ربطه حلوه وكتفه وبعد ما كتفه قال له انا الانسان تعالى بقى كلني تعالى اعمل اللي انت عايزه فهنا العقل اقوى من العضلات العقل اقوى من العضلات ممكن شخص واحد يبيد كتيبة السود باسلحة وبحاجات زي كده اذا الناس ما عندهاش اي تفكير في اي حاجة ومعالك عنيفة تخوضها القوات الروسية على جبهات كريم كريمانيا غرب لوجانسك حيث تم اصر وقتل العشرات من الجيش الاوكراني ومرتزقة من بولندا وفي يعني لقطات حصرية توضح ذلك طيب آه وصلنا اقول لكم خبر اقتصادي بسرعه الدولار الامريكي ناس عماله تطلع اشاعات وتقول كلام والدولار هيوصل كذا والدولار هيوصل كذا عايز اقول لكم آه يعني آه من مطالعتي للاخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ان السوق السوداء اتضرب خالص والدولار نزل ستة جنيه في السوق السوداء يعني كان باربعة 34 وصل دلوقتي ستة وعشرين نزل حوالي 8 جنيه وبقى كمان السوق السوداء رفضوا شراء الدولار ليه بقى لسببين السبب الاول لان يعني وصلت حوالي 3 مليار دولار واوصى البنك المركزي بفتح الاعتمادات المستنديه يعني ايه الاعتمادات المستنديه يعني لو واحد عايز يستورد حاجه معينه ومش معاه دولارات البنك يديله دولارات يستورد بيها دي اسمها اعتمادات مستنديه ان البنك يضمنه عند العميل سواء في الصين او في امريكا او في اي دوله يفتح له اعتمادات مستنديه ودي حلت الازمه بدل ما التجار هيشتروا دولارات من السوق السوداء بقوا يروحوا فاتحين اعتماد من البنك ويستوردوا ما يحتاجون ايضا البنك سمح ب 3000 دولار سواء للعلاج او للسفر او لاي حاجه لو انت عندك ظروف ومسافر بره مصر يسمح لك البنك يدي لك 3000 دولار من البنك فهنا البنك بيقول لك الدولارات موجوده وبذلك اصبح السوق السوداء اتضرب ضربه يعني في مقتل وأصبح الدولار بسعره وعاد اقول لكم خبر حلو برضي ان الدولار مقوم في البنك حسب يعني حسب المؤشرات العالميه باعلى من سعره ب جنيه يعني سعره الحقيقي وقلت لكم بالامس السعر السعر الاسمي والسعر الحقيقي إني المفروض الـ يعني الدولار يبقى بأقل من أربعه وعشرين يبقى باتنين وعشرين وليس بأربعه وعشرين لأن مقاوم في السوق في البنك بأربعه وعشرين وستة وخمسين وإن شاء الله يعني الأمور تتصلح وبداية خير إن السوق السوداء شبه قفلت واللي عايز يتأكد من كلامي يفتح وسائل التواصل ويتأكد يقول سعر الدولار في السوق السوداء هيلاقي معلوماتي صحيحة. فإذا اليوم 19/12/2022 اهو انا بتكلم يوم 19/12/2022 وتأكدوا من كلامي وتحياتي لكم انا بديلكم معلومه تفيدكم في حياتكم العمليه والفيديو القادم اوريك لو عندك فلوس تستثمر في ايه وايه الحاجه اللي ما بتخسرش وايه الحاجه اللي بتخسر تحياتي لكم محدثكم ظريف الاديب تحياتي